المشكل اللي عندنا من هذا المسجد هذا هو دي 4 سنوات هو مسدود وكانوا بداو فيه الاشغال وشويه هما يحبسوا 4 سنين هذه احنا ما كنلقاو فين نصليو وعندنا مسجد واحد في المعارف ودابا الحمد لله اليوم عاد جاو داروا درنا اون بيتيسيون ودفعنا كاع لي سيرفيس كونسيرني القايد رئيس الجماعه اسمهم كلشي كونسيرني دفعنا اليوم المسائل لا بيتيسيون ودابا الحمد لله اليوم راه كاين جاو وبداو كيديروا الاشغال ديالهم بداو كيحيدوا التراب وحيدوا داكشي وداروا لو بانو الفوق ونطلبوا الله ما يكونش بحال ديك النوبه جاو بداو عاد بداو بحال هكا شويه هما يحبسوا ومشاو 4 سنين هادي ودابا نطلبوا الله يكون هادشي بخير راه الملك سيدنا راه طلب باش كاع المساجد يتصلحوا ويتصوبوا ما نظنش انا يكونوا هاد الناس داروها بالعاني حيت الملك كاين هنا ما نطلبوا الله يكون هادشي بالصح هادشي اللي كنطلبوا والسكان المعارف راه كلهم قالوا لي باش نقول لكم هاد الشيء هذا الله يجازيكم بخير بغينا نصليو فيه واخا ما فيه ما فيه لا سمع لا والو نصليو فيه لداخل ما كاين مشكل وكاين فيه البوق كاين فيه الاذان وطلبنا نيت لي زوتوريتي قلنا لهم الله يجزيكم بخير واش ممكن لينا نصليو هنا في رمضان قال لك اودي لا كاين لي ريسك يطيح عليكم افيكتيفمون بصح واني الحمد لله دابا نطلبوا الله يكون هذا الشيء بصح كنا كنصليو في الجامع اللي في الزنقه وعاوتاني المسجد ديال اللي حدا المارشي وما كافيش راك عارف سيرتو في رمضان الناس كتصلي بزاف التراويح والحمد لله حنا دوزنا هاد الايامات باش ما كان في الزنقه في هذا في هذا واني الحمد لله نطلبوا الله هذا يتحل شويه هاد 15 يوم الاخرى ونطلبوا الله يكون خير ان شاء الله ان كان ممكن واخا باقي فيه لي طرافو بزاف نطلبوا الله يكون خير ان شاء الله السكينه راه كلهم ساكن كيصيفطوا لي وكيقول لي مدراش درتي والله الا كان انت كتشوف انا كنجري ونجاري انا لي بيتيسيون الناس 630 واحد اللي كتمشي عنده كيقول لك بسم الله انا معاك انا معاك انا معاك ايوا نطلبوا الله يكون خير.